في إطار سلسلة الحملات التوعوية التي يقوم بها الاتحاد الوطني من أجل السلام والتعايش السلمي بين الشباب بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والفنانين، فقد وصل الاتحاد إلى الدائرة الثامنة بغرض إيصال رسالته بين أبناء الوطن الواحد، حيث استهلت المناسبة بدقيقة صمت لروح المشير إدريس ديب إتنو فقيد الأمة. وبعدها تداخل كل من النائب البرلماني عبد الله شواء وعمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى، أكد كلاهما على الدور الذي يلعبه الاتحاد في نشر السلام والتعايش السلمي وسط الشباب. أما المنسق الوطني في كلمته التي ألقاها أشار إلى أن وجود التنوع الثقافي والعرقي والديني في البلاد يجب أن يكون مصدر قوة لنا لا علينا. داير نوريكم في شيء وايد بسيط. مثلا انا في فيسبوك نقدر نفوق 10 كونت باسم، يعني اسم متفرق باسمي، ونشيل اسم على اي نادم ونفوق فوق كونت. انت نادم لغايه تشوفني وانا نكتب وتشوف ايماج ده ما تعرفه يا تو. اي نادم في فيسبوك كتب شغل انت ما تعرفه يا تو. علما بان الاتحاد اسس في 29 من ابريل للعام 2021، ويضم في عضويته 5 من المعارضة، 2 من الأغلبية، و5 من جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى 3 من الفنانين.